الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا معنا في برنامج كل يوم سيارة في دورته السابعة. هذه الدورة التي خصصناها حول تعزيز الصحة، وذلك لأهمية هذا الموضوع، وكذلك لأن صحتكم غالية علينا. من أفضل النصائح التي تذكر في مجال الصحة هو اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب وفي حفظ النفس. وكذلك لا يفوتني في بداية هذه الحلقة أن أتقدم دائما بالشكر بعد شكر الله عز وجل لرعاة هذا البرنامج، وهم شركة أرامكو السعودية وشركة الجبر وكلاء سيارات كيا ومجموعة الحبيب الطبية، وكذلك شركة موبايلي والخطوط الجوية العربية السعودية. مساكم الله بالخير وحياكم الله، ودائما نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ويجعلنا وياكم إن شاء الله من المقبولين في هذا الشهر الكريم وممن يوفق إن شاء الله لقيام ليلة القدر. قلنا أن أهم شيء الصحة، وأنا عدت أمس وكرر اليوم كذلك، هي الصحة النفسية مهمة جدا جدا. من النصائح المهمة تقول خل عندك ثقة بالله عز وجل وحسن ظن بربك، كذلك التواصل مع الناس، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أمر مهم جدا جدا أن يكون أنك بعض الناس ينطوي ينعزل، الخلطة مع الناس، التواصل معهم، العمل التطوعي مهم جدا، كذلك أن نبعد عن بعض الممارسات الغير صحية، السهر، كثرة شرب المنبهات، التدخين إلى غير ذلك. ناخذ أول متصل معنا، أو ناخذ اللي فايزين معنا في تويتر. فاز معنا 3 من المشاركين ويطلعون الآن على الشاشة، ما شاء الله نقولهم ألف مبروك، ويدخلون كذلك معنا في سحب اليوم للسيارة. لكن اللي فاز بالألف ريال هو نقول مبروك، مبروك ويستاهل. أما أعزائي المشاهدين حول سؤال تويتر لهذا اليوم، واللي دائما نذكر أن اللي راح يفوز معانا بإذن الله تعالى راح يدخل هو واسمين معاها على السحب والفوز بسيارة، وواحد منهم كما أعلننا قبل قليل ياخذ 1000 ريال. سؤالنا لهذا اليوم يقول، خلونا نشوف السؤال مع بعض، ظهر الآن أمامكم على الشاشة. يحدث هضم البروتينات في، عندنا 3 خيارات، هل هي في المعدة أم بالفم أم بالكبد؟ لا تنسون دائما عند الإجابة من ذكر واسم البرنامج كل يوم سيارة ومتابعة حساب شبكة المجد، وموفقين بإذن الله تعالى. أول اتصال معنا نقول يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا. وزيد، مساك الله بالخير يا زيد، يا هلا يا هلا. السلام عليكم، كيف حالك؟ وسمعنا من سماعة الهاتف، الله يحييك، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك غالي؟ الله يطول عمرك ويرضى عليك ويخليك العين ترجيك. كل آمين. 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 طيب الصوت اسمعنا من سماعة التلفون. آمين يا غالي، آمين. الله يخليك كذلك، كذلك لعيالك إن شاء الله. آمين، الله يطول عمرك ويجعلنا إن شاء الله وياكم المقبولين. الحين تسمعنا زين؟ اسمعكم زين. انا زين. لين جت السيارة بتسمعنا زين وزين بعد. يلا بسم الله، معنا 30 ثانية من يوم يطلع معنا السؤال، ركز معنا. والسؤال يقول نصف كوب من الخضروات فيها 1.25 سعرة حرارية او 50 سعرة حرارية او 8 سعرات حرارية. هذه قليلة مو بالظاهر. 1 2 3 كم؟ الخضار مهمة جدا. 50 سعرة حرارية توقع. كم؟ 50 سعرة حرارية. 50 50 50. ومبروك، مبروك، مبروك. واتصال جديد، وأقول السلام عليكم يا هناء. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معاي؟ هناء. هناء إيه؟ يلا يا هناء، سؤالنا في محور التغذية، ونبغى نشوف
ايش السؤال اللي يبي يظهر لك؟ وان شاء الله باذن الله تعالى تتوفقين، والف مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا هناء. ظهر لك شعار مجموعه الحبيب الطبيه، احد رعاه هذا البرنامج، كل الشكر والتقدير لهم. حسام سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا حسام؟ السلام. طيب ومرتاح؟ الله يحييك، كل عام وانت بخير جميعا. وانت بخير وسلامة. وشون البرشومي والرمان وعلوم الغانمة؟ الحمد لله جيدة يا الله لك الحمد. الله يبيض وجهك ويسر أمورك. مستعد للسؤال؟ بإذن الله. والله يلا. صراحة ما توقعت يمسك الإرسال. لا يمسك وتجيك سيارة ويجيك علوم الغانمة، بس ليه فزت ترى الاستبنة لي زين؟ ها؟ تستاهل بخير. خلاص بسم الله. السؤال يقول: المادة السمية التي قد تلوث بعض المأكولات، هل هي السكر مو بالظاهر، الزئبق الظاهر، الملح مو بالظاهر؟ يلا ترى باخذ منك ان شاء الله اثنين. الزئبق. ترى الكفرات لي زين. هذه يا ابو عبد الرحمن، هذه مساعدة صريحة. هذه يا ابو عبد الرحمن، هذه قالوا عينك عينك. هذه ما في، هذه السبنه شكلك مرتب من الان. والله من حاس مع السبنه. يلا السبنة. الله يعين ان شاء الله. ناخذ ايضا اتصال جديد واقول السلام عليكم يا خديجه. وعليك السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا اختي الكريمه. كيف معلوماتك في جانب الصحه؟ ان شاء الله زينه. ان شاء الله زينه، وتحديدا في مجال التغذيه عساها ان شاء الله ايضا تكون لا باس. ان شاء الله. لا باس. خلونا نشوف ايضا سؤال اختنا الكريمه. نشوف السؤال ماذا يقول. أقل حصة ممكن تناولها من الأسماك الدهنية أسبوعيا عندك 140 جرام ولا 300 جرام ولا 800 جرام؟ عادة إذا قلنا ترى ها؟ إذا قلنا دهنية دائما نحاول ندور على الأشياء القليلة قدر الإمكان. واحد 140 انتبهت؟ إن شاء الله. سمعوني صوت السيارة يا جماعة الساهل. وجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أختي؟ وشونس والصوم وشونس والتغذية؟ والله إن شاء الله ما عليه. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ونشوف هل هو سؤال أو شعار. نقول خلنا نشوف. ما شاء الله. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يستاهلون الخطوط السعودية أحد شركائنا في رعاية هذا البرنامج. أنا أقول شيء خفيف، الناس بعضهم يقول نتصل ما في أمل أن نمسك الخط. أنا أذكر من 3 سنوات يعني تشرفنا، كنت مسافر خارج المملكة وقدمت السيارات، وكنا في الشرقية في المعرض نفسه في الجبر. نعم سبحان الله، فاز معنا 2، واحد في 7 رمضان وواحد في 23 رمضان، نفس البيت بسيارتين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. فلا تيأسون، حاولوا مرة مرتين 3 مرات، الله يرزقنا وياكم. هي أرزاق الله سبحانه وتعالى يسوقها لكم. اللي يا طبعا نعتذر دائما حقيقة من الأخوة والأخوات اللي يقولون إحنا قاعدين نحاول نتصل بشكل كبير وما يمسك الخط. فيه ضغط كبير حقيقة على الاتصالات، مع أن إحنا فتحناها يعني خلال اليوم كله. ممكن أعزائي المشاهدين أنكم تتصلون، راح يرد عليكم الجهاز الآلي، يطلب منك أنك تترك اسمك والمنطقة ورقم هاتفك. تدخل معنا بإذن الله تعالى على السحب في الحلقة الأخيرة، ونقول فالكم السيارة بإذن الله. كذلك نذكر أن اتصالاتنا كلها الاتصال العادي، يعني نعم. بعض القنوات الله يهدينا وياهم ويغفر لنا ولهم ياخذون على اي اتصال 10 ريال 20 30 50 الى اخره. في المجد انه وياكم ابدا ما في اي شيء. تكلفه اتصال على مدينه الرياض. ونواصل وناخذ اتصال جديد واقول مساك الله بالخير يا احمد. مساك الله بالنور، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. اخوي احمد كيفك مع ممارسه الرياضه؟ لا طيب ابشرك، قبل الافطار بتقريبا نص ساعه يعني. ما شاء الله. زين ما شاء الله تبارك الله. تمشي يا جن؟ اي نعم. جيد. دراجة ممتاز. بعض ممارسات الرياضة الحقيقة. بس عاد نبيك بعد تواصل حتى بعد رمضان ها؟ يعني تخصيص وقت معين؟ اي ما نبي بس في رمضان. يلا خلونا نشوف، يلا خلونا نشوف سؤال اخونا احمد، وان شاء الله يا رب تتوفق باذن الله تعالى وتكون اجابتك صحيحة.
سؤالنا يقول بإذن الله بإذن الله الله يبارك فيك. السؤال يقول النشويات هي المادة الأساسية في البرتقال، في الليمون، في الخبز. أنا عارف إنه موجود بالرز، بس بعد عبر واحد من الخيارات هنا موجود. بس في معك تتوقع ان الخبز الله يحفظك تتوقع الخبز ابو عبد الرحمن تتوقع لا الخبز؟ نعم الخبز الخبز استعن بالله ابو عبد الرحمن ياكل كبسوله يستاهل. الاخت احلام سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انتهينا من محور التغذيه والان بدينا في الصحه ومعنا نشوف هل هو شعار او سؤال، لكن يقولون هو لا لا شعار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شركة موبايلي احد شركائنا في النجاح، شكرا لهم وجميع رعاة البرنامج. يا هلا يا هلا. وناخذ اخونا علي. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور والرضا، كيف امورك يا علي؟ الحمد لله نشكرك، العام وانتم بخير وانت بصحة وسلامة. يا رب جاهز ان شاء الله تاخذ السيارة اليوم ان شاء الله؟ بس والله ماني بحاجة التلفزيون يا اخوك. لا احنا ان شاء الله نعين ونعاون ان شاء الله. يلا خلونا نشوف سؤال اخونا الكريم علي في محور الصحة. يقول السؤال يا علي، افضل علاج للحساسية، عندك ثلاث خيارات: الابتعاد عن تناول المهيجات او البنادول او المشي. يلا يا علي الاجابه الاولى. يعجبني الواثق تبتولة يا جماعه. هذا وما عندك تلفزيون. نروح على طول الى كندا ومعنا الاخت رشا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله الصوت واضح، كيفكم والصوم يا اختي؟ الحمد لله الحمد لله. علشان ما نطول عليك في الاتصال نشوف هل هو سؤال ولا شعار، خلنا نشوف وش نقول. بسم الله ما شاء الله. لا مبروك مبروك مبروك. أنا بدي أعرف الساعة عندهم. أنت معنا على الخط ولا رحت يا أختي؟ راحت ما شاء الله، الله يوفقها. بس هي فازت، شلون تروح السيارة؟ يتواصلون معها الأخوان بإذن الله تعالى، يودون بطيارة. يتواصلون عاد معها ويضبطون لها آلية وصول السيارة. ومعانا الأخت سارة من العرعر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اختي الكريمة، ترفعين لنا صوتك شوية سارة. ايوه يا سارة. ايوه ها كيف ايضا. خليني اسألك سؤال سارة، كم مرة حاولت اليوم الاتصال والمشاركة معنا؟ يمكن ثلاث اربع ايام. من ثلاث اربع ايام وانتي قاعدين تحاولين للمشاركة؟ ايه. يلا عسى ربي يكتب لك ان شاء الله. خلونا نشوف سؤال اختنا سارة في محور الصحة، وسؤالنا مرتبط بالعظام يا سارة. يقول السؤال، سبب لين العظام بسبب نقص، هل هو شرب الماء ولا النوم ولا الكالسيوم؟ دائما نقول يا جماعة خذوا الأشياء اللي فيها كالسيوم عشان تقوي العظام. الكالسيوم. الكالسيوم. كأنك مترددة. لا 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 تبتولها. يلا تبتولها. نقول لكم ودائما نكرر في الصحة النفسية موضوع جميل، يقول تقبل دائما الأشياء التي قد لا تتغير. يعني مو بلازم كل الأمور لازم تنحل، لا، في بعض الأمور نتقبلها نتكيف معها ونتفائل دائما. تفائلوا بالخير تجدوه. فاصل ونواصل. اختار شماغ الابيض، اليوم اختار شماغ الاحمر، اليوم اختار الغترة البيضاء. شماغ وغترة بروجي لكل الاوقات. من عجلان واخوانه. Ba-d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 a-
صالح احبابه كثير ومنهم عبد الله سدحان ويوسف الدخيل. يا ترى كيف صار محبوب؟ من كم يوم وبعشر ريال بس صالح قدم الخوية محمد هدية 100 ريال رصيد مكالمات. محمد شافها له كبيرة وقرر ياخذه معاه يعرفه على مديره. أبدع صالح بخفة دمه حتى المدير حبه وقرر يوظفه. وفي العمل صالح أكل الجو وتعرف على مخرج كبير وأخذ معه على التصوير. وهناك اتعرف على عبدالله سدحان ويوسف الدخيل واثنينهم حبوه وفي مشهد درامي ضموه وبكذا زادوا أحبابه. مع موبايلي العشرة تسوى 100. أرسل 10 10 إلى 1100 وقدم 100 ريال للي تحب هدية. مع 10 موبايلي كثر حبايبك. الانتخابات البلدية بحلة جديدة، فكن جزءا منها لتشارك في التطوير لأول مرة وفي دورتها الثالثة. نظام المجالس البلدية الجديد يفتح آفاقا أرحب من خلال زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، تخفيض سن الانتخاب إلى 18 عاما، التوسع في إعطاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات وعدد الأعضاء. اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش جودة ما تتغير. هلا ويا مرحبا، حياكم والله بعد هذا الفاصل. ونواصل مع الأخت أسماء. سلام عليكم أخت أسماء. نعم. سلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا أسماء، إن شاء الله ربي يكتب لك السيارة إذا فيها خير لك. قولي آمين. آمين آمين يا رب العالمين. خلونا نشوف سؤال أختنا أسماء في محور الصحة. يقول السؤال يا أسماء: يحدث هضم البروتينات وين؟ هل هو بالفم ولا بالمعدة ولا بالكبد؟ هضم العادة الهضم وين يكون؟ المعدة. شاكة ولا مثبت؟ أنا والله أنا أقول لك، إيش رأيك نثبت إن شاء الله؟ يلا خلونا نشوف. يلا تستاهل. معنا الأخت أنفال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أنفال، سبق تبرعتي بالدم؟ لا والله أبدا. لا طيب، خلنا إن شاء الله خلنا نشوف هالسؤال. والتبرع بالدم مهم جدا، لأمس قلنا الصدقة أحيانا الواحد يكون هو أحوج له، كذلك في الدم أحيانا يكون هو أحوج. فصيلة صحيح. الدم التي تقبل أي فصيلة هي بي او اي او ار. ار من وين هذه ابو عبد الرحمن؟ ار ما ادري، دي جديده، دي ما ادري وين جت منها. هل هي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه اللي تقبل اي شيء؟ بي ولا اي؟ يلا نثبت. واحد اي واحد، ثبت واحد. ما شاء الله ما شاء الله. احنا عندنا فصيلتين، في فصيلة او هذه اللي تعطي كل الفصائل، كل الفصائل. اما بي ما شاء الله عليها تاخذ كلش. ايه انا بعد ازيدك. انت وش انت؟ انا اي بي بلس ما شاء الله، اللي اخذ من الكل ولا اعطي الا نفس فصيلة. انا الفصيلة دمي او او زايد. كريم دائما يا ابو عبد الرحمن. جزاك الله خير. كريم بس يجى دم ولا شيء يفزعونا يا جماعة الخير. تستاهل الخير يا ابو عبد الرحمن. واتصال جديد، واقول السلام عليكم يا رغد. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بالأخت الكريمة رغد. هلا. يلا جاهزة إن شاء الله لسؤالنا في محور الصحة؟ إن شاء الله. السؤال جاهزة. سؤالنا يعني بسيط، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعافي من أبتلي فيه. لكن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك يا رغد، ألف مبروك. بدل السؤال جاك شعار شركة الجبر، أحد رعاة هذا البرنامج والداعمين له حقيقة لسنوات طويلة، كل الشكر والتقدير لهم. معنا أخونا وحبيبنا فيصل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فيصل؟
خير الحمد لله. وشلونك والرياضة والمشي والحركة؟ ما عليه طيب. في الباحة درجة الحرارة كم تقريبا الآن؟ والله ما أدري 36. ما شاء الله ما شاء الله. في الباحة 36؟ بس معها براد يعني مو 36 كانها حارة شوي. طيب الله يوفقك. ان الله لا يخلينا من هالمكيفات كلنا تحت عسى الله يعين. نقول هل هو سؤال او شعار؟ لكن يقول سؤال. السؤال هو هل التدخين يزيد من سرعة ضربات القلب؟ الخيارات تقول يزيدها يقللها لا يؤثر عليها. لا يؤثر لا يهمك، هذا واحد ما عنده معن جدتي. اما يزيدها 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 ويحوس القلب والرئة وكلش يثبت. ومبروك. نقول ان رمضان شهر رمضان شهر خير وفرصة حقيقة لمن ابتلوا بهذه العادة السيئة اللي قدروا يصبرون 10 ساعات او 11 ساعة او 8 ساعات او 15 ساعة حتى في بعض الدول يمكن تكون اكثر. هي رمضان فرصة حقيقة ان يتركون هذا ويستعينون بالله عز وجل وبالدعاء في ان يتخلصوا من هذه العادة السيئة. واتصال جديد واقول سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخت سماح. هلا. يلا يا سماح راح ننتقل الى محور جديد. راح ننتقل وياك الى محور الكورونا. مر عليك محور الكورونا، سمعتي عن الفيروس هذا؟ ايه سمعت عنه. سمعتي عنه. نقول عسى ربي ان شاء الله يحفظك ومن يتابعنا والمسلمين ويحفظ البلد باذن الله تعالى من هذا الفيروس. خلونا نشوف السؤال في محور الكورونا. يقول السؤال: حملة نقدر نوقفها تم إطلاقها لنشر الوعي حول كيفية الوقاية من إيش؟ من مرض السكري، من مرض السل، أو من كورونا؟ من كورونا. من كورونا. حنا في محور كورونا وثبتونها. أبو عبد الرحمن نأكد على قضية حملة نقدر نوقفها أيضا بهذا المصطلح بهذا الاسم. جميل. يمكن لكل الأخوة والأخوات أنهم يدخلون على موقع نقدر نوقفها في معلومات كثيرة حقيقة حول فيروس كورونا. وأيضا هناك خدمة التطوع بحسابك، تتطوع بحساب تويتر بحيث أنه ممكن ترسل تغريدات عن فيروس كورونا من خلال استخدام حسابك دون التعرض إلى الأمور الخاصة فيك. جميل. هم دائما يقولون الوقاية خير من العلاج. ومعنا علي. حياك الله يا علي. هلا هلا السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. كيف حالك يا علي؟ مبسوط ومستانس؟ الحمد لله الحمد لله. تعرف تسوق يا علي؟ كم تعرف تسوق؟ ان شاء الله. شكلك عجل، لو تفوز بالسيارة بتروح يعني بتستعجل. تكلم في الجوال لين جيت تسوق؟ لا لا ان شاء الله. لا لا زين الناس لين جت حسي ضبطت، لكن عسى الله عز وجل. يلا يا علي بسم الله. نقول نقول علي جاينا عجل، لكن الشباب مو بمقصرين وبيطون السؤال. والله جاي عجل. يلا عجل الله يوفقنا ويا ما تلام. يقول يجب السؤال يقول يجب تحديد ملابس خاصة لاستخدامها في الحظائر. هل هو نعم او لا او لا اعلم؟ يعني الواحد لين راح عزك الله حضيرة الغنم الابل الى اخره لازم تكون له ملابس حتى لا ياثر شيء، لا ينقل لو قدر الله فيها عدوى ولا شيء. واحد ثبت واحد. ومبروك يا علي. الظهر مع العجلة يبغى يعدي ولا يخلص عليه الوقت يا ابو عبد الرحمن. اكيد اكيد يحرص الواحد انه يكون يعني هميم شوي وعسى الله عز وجل يوفقنا وياهم. طيب ناخذ ايضا اتصال جديد مع اخونا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير اخوي عبد الله. مساء النور حياك الله اخوي عبد الله. مبارك عليكم. علينا وعليك يا رب. اخوي عبد الله ايضا مرت عليك حملة نقدر نوقفها؟ شفت لهم اي اعلان في الشوارع او شيء اللي كان يحط يده على الكماء بالطريقة هذه؟ انتشرت لهم صور كلها عبارة عن تصرفات بسيطة ممكن الواحد يسويها. اي اكيد بعض الناس سبحان الله يعني يستغرب من الحركة نفسها. نعم. او بعضهم يعني قد ولا مؤاخذة يستقذرها او شيء، لكنها تفك ازمة فعلا. بالضبط. يعني اذا جيت تعطس ما حولك منديل ولا عندك شيء ممكنك تسوي بالشكل هذا أحسن من يدك، لأن اليد
ممكن أثناء السلام أخذ الأشياء إلى آخره يكون في اليد تنقل العدوى. العدوى أخوي عبد الله يلا خلينا نشوف سؤالك في محور الكورونا وإن شاء الله بإذن الله تعالى تتوفق وتكون إجابتك صحيحة. ومبروك مبروك مبروك يا عبد الله. الخطوط الجوية العربية السعودية أحد رعاة البرنامج، كل الشكر والتقدير. الخطوط العربية السعودية راحت وطارت ابنا للخرطوم وللسودان ومعنا بكري. حياك الله يا بكري. السلام عليكم ورحمة الله. من السودان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبسوط ومرتاح؟ يا تمام والله الحمد لله مرتاح. أخواننا وأحبابنا السودانيين دائما لهم علاقة ما شاء الله مع الرعي ومع هذا السؤال، ركز فيه. نقول إن شاء الله أن السؤال أو إن شعار، خلنا نشوف، لكن إنه سؤال. السؤال يقول يجب ذبح الحيوانات في المنازل، الأماكن المكشوفة أو المسالخ الرسمية علشان فيها نظافة أكثر. المسالخ الرسمية. المسالخ الرسمية ويستاهل أخونا بكري مبروك. نعم ما شاء الله. واتصال جديد ونقول سلام عليكم. من معانا يا محسن؟ هلا اهلا وسهلا. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محسن؟ والله طيب. عسى امورك طيبة ان شاء الله. والله كل شيء زين والله الحمد لله رب العالمين. يلا ان شاء الله جاهز لسؤالنا يا محسن؟ جاهز يا ابوي. يلا خلونا نشوف سؤال اخونا محسن في محور الكورونا، يمكن تكلمنا عنه قبل شوي يا محسن. يقول السؤال: للحد من انتقال الكورونا عند العطس يجب استعمال واحد المناديل، اثنين الذراع بالطريقة هذه، او جميع ما سبق؟ لا جميع ما سبق. صح جميع ما سبق. ثبتوا له يا جماعة، ثبتوا له يستاهل. إجابة صحيحة. معنا اخونا وحبيبنا عبد الله. حياك الله يا عبد الله. عبد الله سلمها الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك الله يحييك؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ يا هلا بهل جده. وشون امورك؟ طيب الله يطول عمرك. ابشرك بخير، نحمد الله ونشكره. طيب خلنا نشوف، هو سؤال ومعك 30 ثانيه ولا شيء ثاني؟ مبروك 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 مبروك. أرامكو السعودية أحد الشركاء الفاعلين، بيض الله وجيههم، رفع الله قدرهم، ما شاء الله ويستاهل أخونا وحبيبنا عبد الله. أبنبه تنبيه بسيط بس عن العطاس، أحيانا يا أبو فهد أسلام. بعض الناس اللي جاي عطس لازم أنه يلفش أرقبته بشكل يعني مزعج بشيء، هذا ممكن كما يذكرون أنه مزعج ومضر، والمفروض أنه يصير على نفس هيئته، بس مو بيعطس قدام خلق الله في وجههم على طول، لا يحط ذراعه، بس حركة الذراع ذي هذا من التصرفات اللي هم ذكروا الأخوان في حملة نقدر نوقفها، إنه عبارة عن تصرف بسيط لكنه بإذن الله تعالى ممكن يحمينا. دائما أعزائي المشاهدين نذكر بمسابقة كل يوم سيارة للأفلام القصيرة التي يمكنكم المشاركة بإنتاج أحد الأفلام القصيرة من دقيقة إلى ثلاث دقائق وعرضها على موقع المخصص لذلك وهو كاردة المجد tv.com، وراح يبدأ التصويت بإذن الله تعالى من الغد. يمكنكم وضع الأفلام والتصويت راح يكون متاح للجميع بإذن الله تعالى. هذا الموقع أمامكم الآن، ما زلنا بنستقبل إلى يوم 25 رمضان، لكن كل ما بكرتوا أفضل وأحسن. ناخذ سلمكم الله فاصل ونرجع وياكم ونواصل نشوف من اللي فايز معنا اليوم، نقول الله يطعمها من خيرها ويكفيه شرها. بسم الله. هذا البرنامج برعاية
داخل قلبي اللي طالع من قلوبكم، كنت اختياركم وصلة بينكم ورسالتكم، وكل ما عشت بينكم تمنيت رضاكم يكبر. 10 سنوات قضيناها معكم نفتخر بكل لحظة فيها، والجاي أفضل. حي على الفلاح، تقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم. نضع أعلى المعايير للاهتمام بنبضات قلبك. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات. هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين للجزء الأخير من حلقة الليلة لبرنامج كل يوم سيارة، ومين بياخذ سيارتنا، وبيبدأ أخوي وحبيبي أبو عبد الرحمن السحب. لكن خليني أجاوب على سؤال كثير كان يجيني على الحساب بتويتر، يسألون متى ممكن أن ندخل بالاتصالات أو متى نتصل للمشاركة في البرنامج. نقول للأخوان قبل بداية البرنامج بقليل يمكنكم الاتصال على نفس الرقم إذا رغبتم بالمشاركة على الهواء مباشرة، أما لتسجيل اسمكم لدخول السحب فأي وقت خلال اليوم يمكنكم المشاركة والاتصال على الرقم. يا جماعة سيارتنا من بياخذها؟ تفضل يا أبو عبد الرحمن. جاك يا مهنا ما تمنى. بسم الله بسم الله. نقول ألف مبروك لمن يفوز معنا والجميع، ونكرر حب لأخيك ما تحبه لنفسك، وإن شاء الله ما شاء الله. الحين السيارة إذا فازت بها واحدة من الأخوات شو بتسوي؟ تأخذها تعالينها تأخذها، بس هي بتبيعها، هي بتزينها. هي مبروك وألف مبروك للأخت سارة أبا الخيل من عرعر. من عرعر ألف ألف مبروك مبروك مبروك. يقول الله يطعمها من خيرها ويكفيها شرها. وسارة أبا الخيل من عرعر ما شاء الله تبارك الله، ألف 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 مبروك يا هلها يا جماعتها. إذا ميبي حول التلفون دقوا عليها وباركولها. ودائما نقول كذلك من صحتنا النفسية أن نحب لأنفسنا ما نحبه للغير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حافظكم الله، والله يخليكم العين وترجيكم. مع السلامة. مع السلامة.